السلامكم، لاباس عليكم؟ صافا، كيف عاملين؟ نتمنى تكون ان شاء الله مرتاح وبصحه جيده اون فورم. دونك في هذا الفيديو هذه بغيت نلونسي سيستم جديد اللي غادي نخدموا به في انزام بلس. انزام بلس الان في عمرها سنه، الحمد لله. انزام بلس خرجت متربي الكتاب في جميع المدن المغربيه، وكان هذا هو الاوبجيكتيف نيميرو 1 يعني في لا فيزيون ديال هاد الاكاديمي. هاد الاكاديمي في هاد العام الثاني ديالها لا فيزيون ديالها هي غادي تبدا تخدم على كل مدرب، على لوبورتونيتي ديالو. يعني كل مدرب عضو في انزام بلس هو لحد الان ممكن انه يبدا يديفلوبي السيستيم ديالو، يبدا يديفلوبي الخدمه ديالو. دونك انزام بلس كيفاش كتخدم هاد المساله هادي؟ اللي غادي تستافد من انزام بلس، كاين حقائب تدريبيه اللي متوفرين عندك في البلاتفورم، وغادي تزادوك حقائب اخرى. كاين ايضا غادي تشجعك الاكاديميه ديال انزام بلس انك دير دي فورماسيون في مدن اخرين. كاينين اكثر من 75 مدينه اللي كتسنى الان مدربين حصريين. علاش بغينا ننشر الطريقه الصحيحه اللي ممكن خاصك تفرج في الوصفه ديال انزام بلس باش تعرف بان هذه الوصفه هذه كتاكسيليري لو كالكول مونطال عند لي زونفو، بتدعيم ديال جوج ديال الانواع ديال التمارين الحاليين اللي كاينين في سيستيم انزام كيدز، اللي هما السرعه الفائقه وايضا التركيز المتكامل. دونك كيفاش غادي تستافد من انزام بلس؟ انزام بلس كتعطيك لوبورتونيتي وكتقول لك بان غادي تزيدك اون فورماسيون هذا العام هذا، وفي كل جهه في المغرب غادي تكون اون فورماسيون في كل شهر. يعني انت كعضو في انزام بلس غادي نقربو ليك مره في الشهر ممكن انك تحضر لي فورماسيون ديالك. ثاني حاجه، داك لي فورماسيون اللي غادي ديرو غادي تسجلو في لا بلاتفورم، وغادي تقدر تدخل باش تشوفهم. دونك لا فورماسيون اللي زدناها هي تدريب ديال التسويق الشخصي والتسويق الالكتروني في مجال الحساب الذهني، هو مهم جدا حيت مجموعه ديال لي فورماتور ما عندهمش الطريقه كيفاش يخدموا على لوبورتونيتي ديالهم ويديروا اون افير اوتور ديال هذا البروجي ديال لو كالكول مونطال. ثاني حاجه، كيفاش تستافد من العضويه ديال انزام بلس؟ اما تقدر تبيع الحقائب التدريبيه اللي كنوفروها لك في لا بلاتفورم، دير ان بيزنس اوتور ديال الحقائب التدريبيه، الناس كتحتاج الحقائب بالنسبه للاباء اكسيتيرا. وايضا تنظيم مسابقات اما جهويه او وطنيه، كيلك سوا كنتي غادي ديرها مع انزام بلس مرحبا نقدروا نخدموا مجموعين، عندنا دي استراتيجي باش نخدموا اونصومبل، او لا تقدر انت نيت تبدا تخدم لاكاديمي ديالك، تبدا تخدم ان سونتر ديالك، تبدا تخدم واحد الصوره واحد ليماج ديالك دو كالكول مونطال، وداك الشيء علاش كاين انزام بلس. دونك هادي حاجه. حاجه اخرى بالنسبه لو فون ديال انزام بلس هو لو فورماتور. دونك الا ما كنتيش غادي تريني اشاك فوا، داكشي اش درنا لك المهني ا المهني بي، دابا كاينين اللي بداو كيدوزو المهني ا، الحمد لله هاد المهني ا هما اللي عندهم لوبورتونيتي انهم يقدروا يضربوا بسميه انزام بلس. داكوغ، دونك المهني ا اللي فوق من 50%، والناس الواله في كل جهه من جهات المغرب كيختاروا المدينه اللي بغاو، وعندهم او موا خاصهم ينظموا ثلاثه ديال الدورات في الشهر. دونك هنا كنحاولوا نغوبوسيو حتى لي كومبيتونس ديالك، كيفاش تقدر تجيري اون ايكيب، تقدر دير دي فورماسيون للناس، وانك تجينيري اول حاجه دو ليكسبيريونس، ثاني حاجه دي بورسونتاج بيان سور ودي دارجون، علاش؟ حيت انت كتكون ناس وكتنشر هاد لوبورتونيتي هادي. دونك حاجه وحده اخرى اللي جد رائعه في انزان بلس هي ان كاين واحد السيستيم اللي سميتو انزان كيتس اللي كيديفلوبا ديما دوك هادو كتب خاصه بالاكاديمي من غير الكتب اللي كتلقاهم في البلاتفورم. هاد الكتب هادو عندهم علاقه بالانسكريبسيون ديال لي بارون، يعني كتوفر لك ان لي بارون يقدروا يتقيدوا في واحد البلاتفورم يتفيديليزاو، حيت اش يلقاو ان برودوي اللي هو واجد وسهل في الاستعمال ويعطي دي ريزولطا وفيه المتابعه، كيربحك الوقت وكيربحك دو لارجون. علاش؟ حيت انزام بلس مي كتكون مهني ما كتدخلكش في لو بورسونتاج بينك وبين
لو بارون، وهذه اون اوبورتونيتي اخرى باش انت تقدر من الان تقلب على دي مارشي، على دي زيكول بريفي، وتعيط على ليكيب ديال انزان بلوس باش تمدك بلي فورماتور اللي كاينين في ديك الجهات. داكور، كاين بزاف لي فورماتور حاليا مستعدين انهم يقريو لي زونفون. دونك هنايا تقدر اي عضو من اعضاء انزان بلوس يقدر ياخذ هاد المبادره هادي ويمشي يقلب على لي مارشي. دونك كتصل بينا كنعطيوك الكونطرا اللي كتخدم بها مع لي زيكول بريفي، كنعطيوك اون فيش اللي كتطبعها اكات بحال الشكل ديال لي بليون مع الكونطرا باش كتمشي تقنع لي زيكول بريفي وتقنع لي سونتر على لو بروجي. دونك الكالكول مونطال كيف نفع بزاف الوليدات اللي عندهم صعوبات في التعلم، دونك القضيه هذه لاحظناها بزاف، وايضا فيه تحدي وفيه مجموعه ديال الاشياء. حاجه اخرى كيفاش تستافد من انزان بلس هو انك في تنظيم المسابقات، هذوك المسابقات اللي كنديرو ممكن انك تخدم معنا بحال بارتنير. عندك وليدات كيديروا الكالكول مونطال، دونك فشي جهه من جهات المغرب او مدينه او ربما واخا يكون هي ان سونتر فيه لو مينيموم 20 ديال التلامذ، كنجيو نديبلاصاو حتى لعندك كنحطو ان بلانينغ ديال مسابقه كتكون جهويه، وبالتالي هاد المسابقه جهويه كتعاونك انك كتمشي للمسابقه الوطنيه، وبالتالي لاميليوراسيون ديال المستوى ديالك كفورماتور. تاني حاجه كتشوف لو نيفو ديال الوليدات ديالك فين وصلوا، واش لو سيستيم ديال انزان بلس رونفورسا فريمون لو كالكول عندهم او نو. دونك هنايا النجاح ديال انزان كيدز لو بروغرام ديالها كالتالي، كيفاش غادي ينجح لك لو بروغرام 100%؟ خاصك تبقى دير اشهار بزاف، دير اشهار على نفسك بين انك عندك اون اتيستاسيون، خدم على راسك تريني. ثاني حاجه لي بارون تعرف معاهم لا كومونيكاسيون، يدخلوا للبلاتفورم يتفرجوا في لي فيديو داكور اللي خاصين بهم باش يديروا لاكومبانيومون، يعاونوك على لاكومبانيومون ديال الوليدات. ثانيا بقى تصور الوليدات، بقى يحسب واخا هي نيفو بسيط، واخا مثلا هي السامبل مثلا 22 بلس 11 بلس 55 موان 11 موان 11 موان 50 بلس 1 بلس 1، المهم واخا يكون هي نيفو ديال السامبل، حاول تصور دي فيديو اللي هما شويه زوينين ولوحهم اشاك فوا في اون باج بروفيسيونيل ديالك. وهاد لاباج هادي ما تحطش فيها عيد، ما تحطش فيها يعني المشاكل ديالك، ما تحطش فيها الافكار ديالك، حط فيها فقط داكشي اللي كيخص الكالكول مونطال او شي حاجه اللي هي عندها علاقه بالتربيه ديال الابناء. دونك نتمنى تكونوا خديتوا هذه النصائح بجديه، حيت فريمون هذه السنه هذه غتكون واحد الدفعه كبيره جدا اعضاء ديال انزان بلس اللي كنحاولوا واخا الامكانيات فريمون محدوده، مي نقدروا نصنعوا لا ديفيرونس الا خدينا اون ديسيزيون كلير، الا حطينا اون فيزيون مزيانه في دماغنا، ولا خدمنا مجموعين. داكور، دونك الا خدمنا مجموعين غادي نوصلوا لدي ريزولطا اللي هما سوبر. اخر حاجه لا كومونيكاسيون برينسيبال كدير في الايميل، الواتساب التليفون ما يمكنش دابا تكون فيه لا كومونيكاسيون، كاين عدد ديال لي بارون كثار في السيستيم، كاينين دي فورماتور ما يمكنش نجاوبو كل واحد بوحدو. دونك برينسيبالمون دونك يقدر يكونوا دي زابيل، مي برينسيبالمون الايميل هو الكانال دو كومونيكاسيون entre l'académie et entre les membres de l'académie. ونتمنى ان شاء الله لكم التوفيق والسداد والصحه والسلامه. نشوفكم على خير، تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.